ضمن سلسلة الزيارات التفقدية التي يقوم بها وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، منذ أن اندلعت أزمة كوفيد-19 قام الوزير مبارك الحريص بجولة تفقدية لبناء الشعيبة، اطلع خلالها على سير العمل والاطمئنان على انسيابية الحركة الملاحية في هذا المرفق البحري المهم. ويرافقه أثناء الجولة مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبد الله الصباح وكبار المسؤولين بالمؤسسة. وأكد الحريص على أن الموانئ التجارية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية مما يمكنها من تأمين الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد. رأينا الحمد لله يعني العمل جار على أكمل وجه وعلى ترتيب متسق بطريقة تخدم الاستيراد والتصدير لجميع أنواع المواد، وخاصة مثل ما هو معروف عن هذا الميناء الحاجات الأساسية اللي تهم البلد ككل وتهم المواطن. والحمد لله بعد هذه الجولة يعني شفنا ما كنا نعتقده، وهو التنظيم وفي سير العمل، واطمأنينا على هذا المرفق. و في الحقيقة يعني رأينا جهود العاملين أجمع على رأسهم الشيخ يوسف عبد الله مدير عام الموانئ وجميع العاملين بطريقة يعني تواكب حالة الاستنفار الموجودة اليوم في البلد لمواجهة هذا الفيروس. احنا كمؤسسة موانئ كويتية سواء في ميناء شعيبة اليوم أو ميناء شويخ نبذل قصارى جهدنا بالعمل 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، ولله الحمد قمنا بإجراءات احترازية حماية لأطقمنا بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الصحة. بالإضافة إلى ذلك احنا مستمرين باستقبال كل أنواع السلع والبضائع من ضمنها المواد الغذائية، والله الحمد قبل حدوث الأزمة ركبنا 500 نقطة تبريد للحاويات المبردة اللي تأتينا محملة بالمواد الغذائية والدوائية من كل أنحاء العالم.